وبعد أن يعلن المتطوعون رغبتهم في خوض تجربة أخذ اللقاح المعتمد، يتم اعتماد جملة من الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها من قبل الكوادر الطبية منذ أن يبدأ المتطوع الخضوع للمرحلة الأولى وحتى ما بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وذلك لرصد أي أعراض جانبية. عديد اللقاحات التي فاض بها علم الطب الحديث ونجاح المختبرات الصحية في ابتكار الدواء الأمثل الذي يضع حداً لهذا الوباء الخفي بتواجده الخبيث بوسائل تنقله استدعى حصول استجابة بشرية لإثبات نجاعة أي لقاح والتأكد من فعاليته في المرحلة الأولى والثانية وحتى الثالثة على المتطوعين المقبلين على أخذه في معظم الدول التي أجرت العديد من التجارب السريرية ومن ضمنها البحرين، ليتم اعتماد جملة من الخطوات الصحية والحرص على اتباع أفضل الطرق في متابعة من خضعوا لهذه التجارب لمدة تزيد عن شهرين لرصد عدم ظهور أي أعراض جانبية قد يكون لها تأثيرها السلبي على سلامة أبدان المتطوعين. بعد إعطاء اللقاح المناسب يتم بقائه عندنا لمدة تقريبا نص ساعة للتأكد من عدم وجود ردات فعل مباشرة، ومن ثم يعطاه موعد للجرعة الثانية. ما بين الجرعة الأولى والثانية حوالي 3 أسابيع، خلالها يتم متابعته بالاتصالات التليفونية، وبعد أخذ الجرعة الثانية أيضا يتم الاتصال فيه للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو ردات فعل تتعلق باللقاح وللاطمئنان على وضعه الصحي. ومن ثم تكون في زيارة بعد بتاريخ أو بعد 35 يوم من الزيارة الأولى. خلال الزيارة يتم أخذ أيضا مسحة أنفية لفحص كوفيد-19 وتحليل للدم للتأكد من وجود أجسام مضادة ومعاينتها من الطبيب المختص لأخذ المشورة وتقديم أي دعم صحي يتعلق بالحالة الصحية بعد أخذ اللقاحات. أيضا يتم إعطائه موعد آخر بعد 49 يوم لأخذ المسحات وأخذ المشورة الطبية، فيتم متابعته خلال وجوده في التجربة السريرية لحين الانتهاء منه للإطمئنان عليه وعلى سلامه. ولغاية اللحظة وعبر توثيق التجارب التي تم الخوض فيها ومن بعد تحليل وقياس الأجسام المضادة للمتطوعين بعد إعطائهم لقاح كورونا، لحد الحين وعلى ضوء المعطيات الأولية لم ترصد أي مضاعفات شديدة بين اللي أخذوا الجرعة الأولى أو الثانية. لحد الحين ما في أعراض شديدة رصدت أو مضاعفات للي شاركوا في التجربة السريرية المرحلة الثالثة عندنا في مملكة البحرين. لأجل الإنسانية وتدعيما لبناء صحة الأجساد في مواجهة ضيف ثقيل طالت إقامته في محيط البشرية أينما وجدت والتي ما هدأت تزدري ما أحدثه من تغيير على شكل تواصل المجتمعات وطرق سير الحياة فيها، وعلى إثر ذلك بدأت العقول وما زالت تحارب بفكرها وتجتهد في بحثها عن لقاح حقيقي ينهي معركة الإنسان ضد فيروس كورونا كجائحة حلت بظلالها دون ما مقدمات تذكر. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.